أهلا بكم إلى هذه الحلقة من الحقيبة السابعة، ونناقش في ملفيها لهذا الأسبوع. الميدان السوري يفرض من جديد تغيرا في الأولويات الإقليمية والدولية. من وارسو إلى بروكسل، هل ستبقى الحرب الباردة تاريخا؟ مدعما نقاطه ودفاعاته ومحصنا حصاده الاستراتيجي شمال حلب وجنوب دمشق، يواصل الجيش السوري تنفيذ خططه أو خطط الحلفاء العسكرية. نتائج العمل العسكري الحلبي حملت وزير خارجية أمريكا نحو روسيا للمرة الثانية هذا العام. لم يشرح شيء عن لقاء الكرملين سوى رغبة بتعاون عسكري في سوريا بغياب آليات ترجمة الأقوال إلى أفعال. وما بين المشهدين ترتسم معالم استدارة سياسية تركية حذرة عبر عنها رئيس الوزراء التركي بنفس الواثق بعودة العلاقات الطبيعية مع دمشق. وما بين الإشارات الإقليمية والدولية حول سوريا، نسأل عن جديد واشنطن في سوريا لدى موسكو. كيف تقرأ موسكو العرض الأمريكي؟ ماذا عن اللاعبين الإقليميين في خطواتهم المقبلة؟ وأين يتجه طريق التفاهم الروسي الأمريكي؟ لم تهدأ وتيرة التقدم الذي يحققه الجيش العربي السوري في ريف حلب، ولم تهدأ نيران أسلحته في استهداف معاقل التنظيمات الإرهابية التي استخدمتها منطلقا لقذائف صاروخية خرقت من خلالها نظام التهدئة مرات عديدة، واستهدفت أحياء سكنية كانت شاهدة على ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى. ميدانيا، وسعت وحدات الجيش سيطرتها في محيط الكاستيلو، واستعادت محلجة التبغ وكتل أبنية الكولونيز ومحلجة الثورة وعددا من المعامل والمنشآت الاقتصادية في منطقة الخالدية في حلب. كما أحبطت محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قلعة حلب عبر أحد الأنفاق، وقتلت كامل أفرادها ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة. تقدم وحدات الجيش لم يتوقف عند هذا الحد، فقد اتخذت من معامل الليرمون منطقة عمليات لها، وسيطرت على مبنى الساتكوب لتقترب بذلك من دوار الليرمون. هجوم واسع من قبل عناصر التنظيمات الإرهابية على نقاط الجيش داخل مدينة حلب القديمة، ومحاولات من قبلهم للتسلل عبر مجاري الصرف الصحي تصدت لها وحدات الجيش العربي السوري وقتلت العشرات منهم. في ظل خروقات عديدة لنظام التهدئة وانتهاكات مستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل مجموعات إرهابية، تصر واشنطن على تسميتها معارضة معتدلة. تبرز الأزمة السورية ملفا رئيسيا على طاولة جمعت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري الذي وصل موسكو أمس، وسط أنباء تحدثت عن تنسيق للجهود المشتركة بين موسكو وواشنطن لمكافحة الإرهاب في سوريا وتعاون عسكري أوثق بين البلدين. لم تغب عنه مساع لاستئناف الحوار السياسي في جنيف. للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو النائب في مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود. أهلا بك معنا أستاذ خالد. أهلا وسهلا بك عزيزي. ومن موسكو ينضم إلينا الدكتور نزار البوش الخبير في الشؤون الروسية. أهلا بك معنا دكتور نزار. أهلا وسهلا بكم وبضيفكم الكريم. أهلا بكما ضيفينا العزيزان. أبدأ معك سعادة النائب، الميدان اليوم يقول كلمته في السياسة الأمريكية عندما يتجه كاري إلى بوتين ولقائه اليوم مع لافروف. بداية تسمحي لي أن أتوجه لك بالتحية لفريق العمل للسادة المشاهدين جميعا ولضيفك الصديق نزار. في تقديري أن ما يحصل على مستوى الإقليم له قراءات متعددة، وفي بأن هناك إعلاما آخر يحاول بشكل أو بآخر أن يأخذنا
أن يأخذنا باتجاه قراءته، ولكن يجب الانتباه إلى ما يحصل في الميدان، ويجب الانتباه إلى ما يحصل في السياسة، ويجب الانتباه أيضا إلى ما يحصل على مستوى الانزياحات الكبرى الإقليمية والدولية. سنتحدث عنها بشكل تقديري مفصل. أنا في تقديري نعم، أنا في تقديري بأن ما يحصل هو مختلف تماما عما يسوقه الإعلام، خاصة الإعلام الآخر. أنا في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، إضافة إلى بعض عواصم أوروبا والحكومات الأوروبية، هي مأزومة لجهة عنوان طالما اشتغلت عليه وطالما استثمرت فيه من أجل أن تلحق الهزيمة بخارطة إقليمية أو اصطفاف إقليمي، ربما رأسه الأساسي موسكو، وربما أطرافه الفاعلة كل من دمشق وطهران. وبالتالي أرادت هذه القوى أن تلحق الهزيمة بهذا الاصطفاف، دعينا نقول بهذا النسق، لكنها لم تستطع. كل ما نتابعه الآن في الإعلام هو يذهب باتجاه كيف يمكن لهذه الدول التي تورطت في الاستثمار في الإرهاب وفي الفوضى الخلاقة، كيف يمكن لها أن تخرج من هذه الورطة. الميدان حسم كثير من العناوين، ربما لم يحسم عسكريا لجهة الجغرافيا، لكنه حسم لجهة السياسة في العناوين الاستراتيجية، في العناوين الاستراتيجية حسم سياسيا، ولكنه لم يحسم عسكريا بالمعنى العسكري النظيف إن صح التعبير. المعنى العسكري الصرف، بغض النظر عن ما يجري تحقيقه في الميدان من معارك ربما استراتيجية فيما يتعلق بحلب وأيضا فيما يتعلق بمحيط دمشق. عظيم. محيط دمشق وحلب هذان عنوانان أساسيان رئيسيان. حملت وزير الخارجية الأمريكي إلى موسكو؟ قبل ذلك، السيطرة على الجغرافيا في هذين الرأسين أو هذين المفصلين، السيطرة من قبل مجموعات إرهابية مشغلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية، ومن قبل استخبارات حكومات أوروبية وحكومات إقليمية، عولت على أنها سوف تسيطر على الجغرافيا من أجل إسقاط العاصمتين الأساسيتين للوطن السوري، العاصمة السياسية أعني بها دمشق، العاصمة الاقتصادية أعني بها حلب. الذي حصل أن القوات المسلحة السورية وحلفاء القوات المسلحة السورية لم تدر معركة عسكرية صرفة، وإنما أدارت معركة عسكرية لجهة عنوان سياسي. لذلك ترين الآن على سبيل المثال السيطرة على جغرافيا موجودة، لكن الورقة في السياسة سقطت، لم تستطع الأطراف الأخرى أن تصرف ما سيطرت عليه في الجغرافيا لجهة السياسة. طيب. الآن ما يحصل في حلب في تقديري هو يذهب بشكل أو بآخر موازيا لما حصل على أكتاف أو أطراف دمشق. طيب دكتور نزار البوش، حتى هذه الساعة يستمر النقاش والحوار بين لافروف وكيري في موسكو، ما الذي تستطيع أن تقدمه موسكو لواشنطن في هذه المرحلة من الميدان السوري، وموسكو وحلفائها يملكان الكثير من الأوراق الميدانية التي يمكن أن تؤثر في أي نقاش سياسي وفي أي ربما خطوات عسكرية مقبلة لناحية التعاون مثلا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بما يخص النصرة وداعش وسواها من التنظيمات الإرهابية؟ نعم. أولا، وزير الخارجية الأمريكي جاء إلى موسكو لسبب وحيد، وهو الحالة المأزومة للجماعات الإرهابية حول حلب تحديدا، وطبعا وفي غوطة دمشق. جاء من أجل إنقاذ، كما هي العادة، جاء من أجل إنقاذ هذه الجماعات الإرهابية التي تقتل ودمرا في الوطن السوري. ولكن هنا أقول لكم وبكل صراحة أن موسكو لا تأمن ولن تثق بما جاء به كيري وبما يطرحه الآن مع وزير الخارجية. وهناك ويعني واليوم خرج وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو وقال يجب التعاون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع موسكو، ومن أجل يعني ضرب الجماعات الإرهابية، وأعطونا أحداثيات هؤلاء الذين تسمونهم معارضة معتدلة أو تحت سيطرتكم، من أجل ألا يختلط الحابل بالنابل، أي تختلط ما تسموها المعارضة المعتدلة مع جبهة النصرة الإرهابية. طبعا هنا دائما لا يوجد رد إيجابي، لا يوجد رد فعلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، دائما تتهرب من هذا السؤال.
واعتقد ان روسيا لن تقدم اي شيء سوى انها ستطالب وسوف تبقى تطالب الولايات المتحده الامريكيه بالتعاون من اجل ضرب الارهاب طيب. في سوريا، لان الارهاب ضرب الارهاب في سوريا هو اولويه لروسيا والرئيس بوتين حصريا اولويه في كل سياساته الخارجيه، لانه وقال منذ اسبوعين ان الارهاب لو ضرب في سوريا وقضي على الارهاب في سوريا سوف تحل المشكله في العالم يعني باسره. طيب دكتور نزار، يعني افهم منك على ان اليوم ما يطرح على الطاوله الروسيه الامريكيه في الكريملين ليس له علاقه بتعاون عسكري مشترك، اذا ما نظرنا الى تصريح الكريملين ان الاجتماع بالامس بين بوتين وكيري لم يتطرق لاي نقاش حول التعاون العسكري في سوريا، نفهم على ان العرض الامريكي المقدم الذي حكي في الاعلام كثيرا عنه بخصوص المقايضه بين ضرب النصره من قبل واشنطن وموسكو مع ربما قيود وشروط تفرض على محور دمشق فيما يخص التعاون العسكري والعمل العسكري في الميدان، هو الطلب الأمريكي رفض من قبل موسكو، هذا ما يمكن أن نفهمه من خلال المحادثات من الأمس حتى اليوم؟ أولا أريد أن أنوه إلى أمر مهم جدا، وهو أن واشنطن تقع في تناقضات حتى في إعلامها. فيوم فبالأمس منذ مدة قالت أنه يمكن يعني تشكيل وحدة دولية من أجل القضاء على والتشارك مع موسكو من أجل القضاء على الإرهاب، ولكن تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ترفض موسكو ردا قاطعا لأن كل الأوراق الرابحة ضد الإرهاب والذي يقاتل الإرهاب فعليا هي روسيا والجيش السوري حصرا، يعني لا يوجد طبعا، والشركاء والإقليميين حزب الله وإيران شيء طبيعي يجب أن لا ننساهما أبدا. طيب. فهما مشاركان في مقاتلة الإرهاب. بالتأكيد. وهنا موسكو سابقا طرحت عدة مرات ولمرات كثيرة على الولايات المتحدة لتوحيد الجهود لضرب الإرهابيين في سوريا وفي العراق تحديدا يعني، ولكن واشنطن رفضت يعني كل هذه الطروحات الروسية، لأنها راهنت أن هذه العصابات الإرهابية في سوريا ربما سوف تنتصر. طيب. راهنت عليها لأنها سلحتها بأسلحة جديدة وبإرهابيين جدد. طيب. من خلال الحدود التركية، ولكن الجيش السوري وبمؤازرة القوى الجوية الروسية استطاعوا ضرب الإرهابيين إن كان في محيط حلب وإن كان في محيط طيب. دمشق. وفق هذه النظرة نعم. ابقى معنا لو سمحت دكتور نزار البوش، وفق هذه النظرة للدكتور نزار البوش أستاذ خالد العبود، نفهم على أن الروسي لا يعول كثيرا على تخلي الأمريكي عن النصرة بشروط قاسية كما يفرضها الأمريكي؟ تعال نطرح سؤال آخر حتى نجاوب على هذا السؤال، هل الروسي بحاجة لقوة الأمريكي كي يهزم الإرهاب على مستوى الإقليم والمنطقة؟ هذا سؤال موضوعي. أعتقد جوابه عند الروسي وعند السوري وعند الإيراني وعند حزب الله أيضا. لماذا؟ لأنني أعتقد بأن النسق أو الاصطفاف السياسي العسكري الأمني حتى الاقتصادي الذي تشكل على مستوى الإقليم في ظل العدوان على سوريا، والذي رؤوسه في موسكو، في طهران، في دمشق، في بيروت الضاحية الجنوبية، في بيروت الضاحية، هذا مربع، والبعض بيزعل من نظرية المربعات، هذا مربع في تقديري أنه يخوض معركة مفتوحة وحسم عناوين أساسية على مستوى المنطقة. لجهة ماذا؟ لجهة هزيمة الإرهاب، استطاع أن يهزم العمود الفقري في منظومة الإرهاب التي من خلالها شن العدوان على الوطن السوري. بالتالي سيتنازل الأمريكي في عظيم. نقاط مهمة عظيم. لها علاقة بالتعاون. الروسي لا يريد من الأمريكي أن يكون بعيدا، يريد أن يسحب الأمريكي ليس عسكريا وإنما سياسيا يريد أن يسحبه سياسيا من أجل أن يعطي مشروعية بأن الحاصل على مستوى الإقليم إنما هو إرهاب وإنما هو فوضى، ولا يوجد شيء اسمه ثورات حصلت على مستوى الإقليم إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد. هون الأمريكي
هون 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 مشكلة الأمريكي. مشكلة الأمريكي أنه هزم بالعمود الفقري للأداة التي استعملها، لكنه يحاول أن يستثمر من حين إلى آخر، لا يستطيع أن يعلن عن هزيمته مباشرة. صحيح. وإلا يصبح في مكان آخر، بمعنى يترك الأقليم. طيب باعتقادك أستاذ خالد العبود، يمكن اليوم في ضوء الطاولة المفتوحة للحوار اليوم بين موسكو وواشنطن في الكرملين، يمكن أن يعمل الأمريكي على مفاوضة موسكو في ملفات لها علاقة بشكل ليست لها علاقة بشكل مطلق بالأزمة السورية، في ملفات أخرى لها علاقة بأوكرانيا أو أي ملفات رائع أخرى؟ رائع، لأنني ظننتك أنك سوف تطرقين بابا آخر يتعلق بالأدوات الموجودة على الأرض، بالتفاوض على رؤوس الأدوات الموجودة على الأرض. الأدوات الموجودة على الأرض انتهت، أصبحت في قبضة السوري والإيراني والروسي، أمنيا، استخباراتيا، سياسيا، عسكريا. إذن أين سيفاوض؟ وهذا الذي لم ينتبه له كثيرون، سيفاوض على بعض الرؤوس الأخرى في أوكرانيا، في جبهة مفتوحة، في صواريخ بمكان معين، في كثافة نارية في مكان بأوروبا، هنا سيفاوض. أنا باعتقادي أن الميدان، ميدان الإقليم، حسم لجهة الفريق الروسي الإيراني السوري حزب الله، وبالتالي هو سيفاوض بقولا واحدا، سيفاوض بشكل أو بآخر على بعض الرؤوس التي هي خارج الإقليم تماما. طيب دكتور نزار البوش، إلى أي درجة توافق سعادة نائب خالد العبود في هذه النقطة، وإلى أي درجة تعتقد على أن الروسي اليوم يفكر بالعقل الاستراتيجي الأمريكي بما له علاقة بربما حرية الحركة والدخول في المناطق الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل من القرار الأمريكي الروسي متأرجح بعض الشيء لناحية التقدم ميدانيا أم لناحية التراجع والتفاهم السياسي مع الولايات المتحدة؟ نعم، دعيني أولا أن أضيف إلى الصديق خالد العبود أن اليوم المحادثات ليست فقط المسألة السورية وليست فقط المسألة الأوكرانية، ولكن هناك مسألة معقدة وأكثر تعقيدا، وهي اقتراب حلف الناتو. نعم. من الحدود السوريه الروسيه عفوا، وهناك الصواريخ التي ينشرها سنتحدث عنها في الملف الثاني. نعم. دكتور نزار، لكي لا نحرق الملف الثاني، عفوا، كل ذلك مرتبط ببعضه البعض عفوا. صحيح. رجاء يعني صحيح. ان كان المساله الاوكرانيه او المساله السوريه او اقتراب حلف الناتو من الحدود الروسيه، كله مرتبط تماما، واليوم المحادثات بكل هذه القضايا. ولكن مسألة الإرهاب حصرا تريد روسيا أن يعني تسحب واشنطن يعني إلى 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 ساحة المواجهة مع الإرهاب وليس إلى مساعدة الإرهاب. يجب أن يعني روسيا تريد أن تقول للعالم كله، ها نحن فعليا نقاتل الإرهاب، وهذه أمريكا التي يعني تقول أنها ضد الإرهاب وتقاتل الإرهاب. ماذا فعلت في العراق؟ ماذا فعلت من خلال حلفها الذي شكلته في سوريا؟ ماذا فعلت هنا في يعني أعتقد أنكم سوف تتطرقون للعمل الإرهابي الذي حصل في باريس. دولة عظمى فرنسا لم تستطع أن توقف الإرهاب على أرضها، رغم أنها بعيدة عن سوريا، بعيدة عن العراق، بعيدة عن ليبيا، ولكن هؤلاء الإرهابيين الذين جاءوا إلى سوريا وإلى العراق عادوا إلى أوروبا. هنا روسيا في هذا المجال تتطرق مع كيري اليوم إلى هذه النقاط تماما، أنكم انظروا إلى هذه الجماعات الإرهابية التي طيب. قلتم عنها ثورة، وهي ما التي قلتم عنها ثورة وقلتم أنها تريد الحرية والديمقراطية، ها هي اليوم تضرب مدينة نيس، وهو لسان حال موسكو منذ فترة. نعم. طويلة، ولسان حال الدولة السورية. نعم. منذ فترة. نعم. طويلة. ولكن إلى أي درجة هذه الملفات يمكن أن تشكل ضغط حقيقي على واشنطن للتخلي بشكل أساسي عن القاعدة والتي هي الذراع العسكرية الأساسية لها في الميدان السوري، إذا ما نظرنا إلى توزع الخرائط العسكرية بتواجد النصرة وجماعات إرهابية مرتبطة بها في حلب، في دمشق، في محيط دمشق، وأيضا في باقي الجبهات؟ دعيني أضيف أمر أيضا مهم. روسيا الآن تعول فقط على الجيش السوري ومساعدة الجيش السوري طبعا بواسطة الطائرات الحربية الروسية، تعول على ذلك وتعرف وتراهن على أن الجيش السوري هو الذي سوف ينتصر على الأرض السورية ضد الإرهابيين مهما دعمت أمريكا وما دعمت السعودية وغيرها من الدول. ولكن هنا أيضا يجب أن ندخل إلى أمر مهم جدا.
يعني تحسين العلاقات بين تركيا وروسيا، طيب. جاء لصالح، عفوا، جاء لصالح الدولة السورية، نعم جاء لصالح الجيش السوري. وهنا لا أريد أن أقول وراء الكواليس ماذا يحدث أو إلى آخره، طبعا لست أنا وراء الكواليس، ولكن يجب أن نستشعر أن التقارب الروسي مهما يكن، نحن نعرف أن أردوغان، الغدار أردوغان لن يصبح يعني وفيا يعني بهذه، ولكن للسياسة يعني جولات، لكل سياسة يعني لا عداوة في السياسة دكتور نزار. نعم، ولكن أعتقد أن روسيا في يد روسيا الآن أوراق كبيرة جدا جدا، إن كان اقتصادية أو كانت عسكرية أو كانت سياسية. رغم العقوبات، تمد العقوبات من قبل أوروبا على موسكو. نعم، وهنا أقول أيضا يجب أن ننوه إلى أمر مهم، أن أوروبا والاتحاد الأوروبي يعاني من العقوبات الاقتصادية التي صح. فرضها على روسيا. بالعكس على يعني روسيا أنا هنا روسي، وأرى بأم عيني أن كل هذه العقوبات جاءت لمصلحة روسيا وللشعب الروسي والاقتصاد الروسي. طيب، هذه حقيقة. طيب، ابقى معنا لو سمحت دكتور نزار البوش بالانتقال إلى نقطة أخرى. أستاذ خالد العبود، الإشارات الإقليمية كثيرة هذه خلال الأسبوع الماضي، كان هنالك إشارة من قبل العراق بإرسال مستشار الأمن القومي فلاح الفياض إلى دمشق ولقائه رئيس الأسد. ما الذي تريد العراق، ما الذي يريد العراق أن يرسله أو يقول لدمشق عندما يزور وزير الدفاع الأمريكي بغداد قبل يومين من زيارة فلاح الفياض، وأيضا عندما يقرر الأمريكي أنه سيزيد من عدد قواته في العراق؟ أعتقد أنه لا يوجد هناك لسان حال عراقي معزول عن لسان حال اصطفاف على مستوى الإقليم، بمعنى لا يريد العراقي أن يقول شيئا معزولا عما يريد أن يقوله السوري أو عما يريد أن يقوله الإيراني، لكن ربما هو الدور، ربما هي طبيعة الحراك السياسي على مستوى المنطقة، بمعنى آخر بأنه لا يريد العراق أن يصدر رسالة، لكن الاصطفاف الكلي للمنطقة يريد أن يصدر رسائل، ويريد أن يقول بأن الانتصار الذي حصل في العراق هو انتصار لسوريا على الإرهاب، وهو انتصار لإيران على الإرهاب، وهو انتصار لموسكو على الإرهاب. بمعنى أنه على سبيل المثال، كان لاحظي مثلا المشهد التالي، لو أن مسؤول الأمن القومي أو مسؤول الأمن الوطني العراقي زار واشنطن وشكر واشنطن وهدى واشنطن هذا الانتصار، لكنا فهمنا بأن العراق يريد أن يقول بشكل أو بآخر إلى جانب اصطفاف له على أنه في المقلب الآخر، لكن عندما يكون في دمشق يريد أن يؤكد هذا المحور أنه يواجه الإرهاب وأنه قادر على أن يحسم عناوين، بمعزل عن أولئك الذين يتشدقون بأنهم واجهوا الإرهاب واشتغلوا من أجله. أعتقد هناك رسائل مركبة ليس فقط من العراقي وإنما من الحلف أو الاصطفاف كامل على مستوى الإقليم بطبيعة الحال. تماما. طب ما له علاقة باللاعب التركي؟ تحدثنا عن الإشارات الإقليمية، اللاعب التركي يرسل إشارات نحو دمشق كثيرة. قبل يومين كان هنالك إشارة من قبل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، وبالأمس على ما أعتقد كان هنالك إشارة من نائبه وقال بالحرف أعبر عن اعتقادي أو أعتقد بوجود بوادر أمل لحل في سوريا، وأتمنى أن يعم السلام في سوريا ويختار الشعب قيادته. هل هي ربما أن تركيا تتصرف في منطق المصلحة حاليا، أم أنها تراها تبحث عن استدارة خجولة، استدارة تبحث عن ربما طريقة تعود من خلالها إلى دمشق ولكن بأقل الخسائر الممكنة بما له صلة بالدور التركي المقبل في الإقليم؟ قبل 3 سنوات ونصف ونيف قلت على منبر الإخبارية، قلت أن مستقبل أردوغان بيد الرئيس بشار الأسد. البعض ظننا أننا ننجم وأننا نتوقع وأننا ودرجونا تحت عناوين عفوا أخرى. أنا في تقديري لا، في السياسة نعم، أردوغان، مستقبل أردوغان السياسي، مستقبل الحكم السياسي في تركيا عفوا فعلا بيد السوريين. هذا ليس تنجيما وهذه ليست رؤى عفوا بعيدة عن الواقع، لا، الأردوغان شن عدوانا، ساهم بشن عدوان على الوطن السوري. نحن قلنا بأنه نتيجة
مجموعة من الأسباب لا يستطيعون أن يهزموا سوريا. طيب. لأن سوريا ليست وحيدة وأن سوريا سوف تدافع عن كرامتها وسيادتها وعزتها رغم كل الذي حصل. انهزم أردوغان وانهزم فريقه السياسي، لا يستطيع أردوغان بعد الانزياحات التي حصلت لجهة واشنطن وبعض الحكومات الأوروبية، لا يستطيع أن يخوض معركة مفتوحة وحيدا. لكنه ماذا فعل في الشهور القليلة الماضية؟ حاول أن يستثمر وحيدا في الأوراق المتبقية على مستوى الإقليم، بمعزل عن الأمريكي في هامش الخلاف، أو دعيني أقول الاختلاف مع الأمريكي. لكنه لا يريد أن يعادي الأمريكي كما ظن البعض، هو يريد بشكل أو بآخر أن هناك هامش اختلاف يريد أن يستثمر به لجهة قوى فوضوية. شوفي، اشتغل عليها هو والأمريكي، ركبها هو والأمريكي وبعض القوى الأخرى. الذي حصل أنه لم يستطع أن يستثمر، وبالتالي هل يستطيع أو هل يقبل في السياسة؟ قبل قليل قلت معادلة، أردت أن تصدري معادلة لأخي النزار، وهذا صحيح، لا عداوة مطلقة في السياسة. وبالتالي هو يحاول بشكل أو بآخر، بدل وجوه، قدم وجوه، أخر وجوه، حاول أن يدفع بعض الأسماء من أجل أن تأخذ الشاشة أو أن تأخذ شاشة الإعلام وتصدر مجموعة من المواقف لجهة إمكانية أن يكون هناك علاقات طيبة مع سوريا ومع القيادة السورية. طيب، هذا يأتي أستاذ خالد ضمن يعني من تداعيات الاعتذار التركي لموسكو، أم تراه بعيدا وفق التموضع الأمريكي الجديد بعد الخسران في الميدان؟ لا، الخسران النسبي في الميدان. أنت إذا ما كنا واضحين، تطلعي على مشهد بتشوفي أنه الأمريكي راح لمكان ما معين، الروسي مثل ما حكى أخي نزار وأنا أوافقه، عم يسحب الأمريكي لحتى يعطيه في السياسة مشروعية أنه واجه الإرهاب في المنطقة. الأمريكي بشكل أو بآخر تخلى عن بعض أدواته وربما ذهب، لكن يريد أن يفاوض على عناوين أخرى خارج الإقليم. لا. الأمريكي لا يستطيع أن يستمر، التركي لا يستطيع أن يستمر، وبالتالي أعاد موضوعه لجهة ماذا؟ لجهة مجموعة من العناوين، قوى نفسه بالتطبيع مع الإسرائيلي، وهذه على فكرة نقطة قوة. صحيح. نقطة قوة بمعنى نقطة قوة بما له علاقة بالاقتصاد، بما له علاقة بالأمن على مستوى الإقليم، لكنه غير أخلاقي مثلا بالتطبيع مع الإسرائيلي، لا يندرج تحت منظومة القيم الإيا، لكنه نسق مع الإسرائيلي وطبع مع الإسرائيلي وذهب. لا ينسق مع من؟ مع الروسي من جديد. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأنه يطرق بوابة دمشق. أنا كتبت هذا الكلام قبل أن يتفوه به رئيس وزرائه، أعتقد بأيام عديدة، أنه يطرق باب دمشق بشكل أو بآخر. نعم. وبالتالي أنا في تقديري كل هذه التحولات من أجل أن يعيد علاقاته الطيبة بين قوسين مع القيادة السورية ومع العاصمة السورية دمشق. طيب دكتور نزار البوش، كيف تقرأ هذا ربما السلوك التركي الحالي، وإلى أي درجة اليوم تركيا قادرة على حسم خياراتها بعيدا عن الموقف الأمريكي الذي لا يبدو على أنه يريد أن ينسق سياسيا على مستوى التعاون بينه أو التفاهم بينه وبين موسكو بشأن الأزمة السورية؟ لجهة العناوين التي لها علاقة بالإرهاب أتحدث بداية، وليس بشكل عام بما له علاقة بالتسوية السياسية أو الحل السياسي. دعني أضيف أمر أيضا مهم، يعني سبب التحول التركي ربما يعني نستطيع أن نسميه تحولا، وأعتقد أنه إيجابيا، لا بأس حتى لو كان تحولا نحو الجهة السورية ووقف دعم الإرهاب وإغلاق الحدود، رائع جدا، شيء ممتاز، ولكن كل ذلك بسبب فشل أردوغان في سوريا. ما هو الفشل؟ هو رهن على سقوط السلطة السورية يعني بشكل وسقوط الرئيس بشار الأسد، خلينا واقعيين يعني هكذا، يعني رهن على سقوط الجيش السوري وخسارته، ولكن أيضا فشل، رهن على أنه سوف تخسر موسكو في سوريا، ولكن أيضا قلت على شاشتكم الكريمة أكثر من مرة أنه دخلت روسيا إلى سوريا من أجل أن تقضي على الإرهاب ويخسر الإرهاب، ومعروف في التاريخ الروسي، التاريخ العسكري، أنه ما دخلت روسيا حربا وخسرتها. أي هذه عقيدة روسية، إذا دخلت روسيا حربا سوف تربحها لا محال، ودخلت إلى سوريا من أجل أن تربح، ولو سقطت الحكومة السورية أو السلطة السورية هذا يعني خسارة لموسكو، وبذلك خسارة كبيرة. أي يعني وأعيد وأقول أنه لا سمح الله لو حدث ما حدث كما أراد أردوغان والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في سوريا، لم تقم قائمة لموسكو، يعني هذه حقيقة،
لم تقم لمده يعني عقود ربما، ولا وهذا تعرفه موسكو، السياسه الروسيه معروفه يعني بذلك. واعتقد هنا فشل اردوغان بذلك، فشل اردوغان في يعني نظريته المشاكل الصفر، طلع عنده مشاكل عفوا اصدقاء صفر، يعني لنبدا من سوريا. طيب لكي نحسم هذه النقطه دكتور نزار، هذا التغير في السلوك او هذه الاشارات نحو دمشق هي ضمن هذه هي ضمن التموضع الامريكي الجديد بما له صله بالميدان الجديد في الجغرافيا السورية، أم لا تراه منعزلا عن القرار الأمريكي أو عن المعاباة الأمريكية؟ أعتقد إلى حد كبير منعزل عن الإدارة الأمريكية، وهو نتاج للتقارب الروسي، التقارب السياسي طبعا الروسي التركي بالتحديد، وشرطت يعني أعتقد وأقولها على العلن، شرطت أو اشترطت موسكو لهذا التقارب من اجل ان يكون هناك تقارب بين تركيا وموسكو، او يعني انقره وموسكو، ان يعني تساهم تركيا باغلاق الحدود وبتوقيف تمويل الارهاب على الارض السوريه. طيب ابقى معنا لو سمحت دكتور نزار، بالعوده لك بسؤال اخير في هذا الملف لك سعاده النائب، شكل الميدان والسياسه الحالي سيكون باتجاه تسويات الضغط باتجاه التسويات ام الحل النهائي؟ إذا ما قرأنا تصريح الكرملين اليوم. لا، اللي فهم المعركة وفهم طبيعة الحاصل على مستوى الداخل السوري بيعرف أنه منذ اللحظة الأولى ما كان العمل باتجاه تسويات، وإنما كان العمل باتجاه استراتيجية أخرى، منهج آخر من العمل، وهي حرق الأوراق. يعني بمعنى آخر السيطرة على أطراف دمشق من أجل إسقاط العاصمة السياسية، مبروح مع خصمي من أجل أن أسوي، لا أذهب مع خصمي وعدوي من أجل أن أحرق له هذه الورقة، أنا أفرض عليه، وبالتالي أنا تماما شليت له هذه الذراع المتواجدة المؤثرة باتجاه العاصمة السياسية. لاحظي مثلا تابعي ماذا كان يقول إعلامهم، كان يقول إعلامهم بأن هناك حصارا مطبقا سوف يحصل على دمشق من أطراف وأكتاف لدمشق متعددة. الآن إعلامهم يتحدث عن حصار للنظام السوري على هذه الرؤوس أو هذه الأذرع، وبالتالي هذا بالسياسة ماذا نسميه نحن؟ حرق هذه الورقة. اليوم ماذا يحصل في حلب؟ يحصل تماما أن هناك حرقا لهذه الورقة الحلبية، وربما لأهم ورقة عسكرية، لأهم ورقة عسكرية التي كان يعول عليها من؟ يعول عليها أردوغان. وبالتالي أردوغان في انزياحه الأخير ليس من باب حسن الأخلاق وليس توازيا مع مواقف أخرى، وإنما نتيجة أنه شاهد مرغماً. وتابع أن الورقة الحلبية تحرق وتشطب من أمامه تماما، وبالتالي أدى هذا الدور السياسي. ابقى معنا لو سمحت سعادة النائب، وحضرتك دكتور نزار فاصل، ومن ثم نواصل هذه الحلقة، ابقوا معنا إن شئتم. من بوابة مواجهة خطر الإرهاب وروسيا، نشر الناتو درعه الصاروخية وحشوده العسكرية في 4 دول خرجت من عباءة النفوذ الروسي في قمته في وارسو، قمة اعتبرها مراقبون الأكثر استفزازية لموسكو منذ الحرب الباردة. موسكو التي رأت في قرارات الأطلسي تهديدا لأمنها القومي توعدت بالرد، وحذرت من أن سياسة الحلف تهدد بنشوب سباق تسلح جديد. أما اجتماع روسيا الناتو بعد 2 من الانقطاع لم يأتي بشيء يخفف من حدة التوتر. وفي هذا السبيل، ماذا في السيناريوهات المحتملة للعلاقة بين الجانبين؟ أين يتجه الأطلسي بقيادة واشنطن؟ وكيف سيتأثر الشرق الأوسط بحاضر ومستقبل العلاقة بين الناتو وموسكو؟ لم تكن القرارات التي تمخضت عن قمة الناتو في العاصمة البولندية وارسو جليدا يطفئ النار المشتعلة بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي، بل على العكس كانت زيتا أجج لهيب نار المستعرة. فالحلف اختار سياسة التصعيد وكرس توقعات مواجهات محتملة بين روسيا والناتو.
دول أوروبا الشرقية المتاخمة لروسيا وبموجب قرارات القمة ستشهد حشدا عسكريا أطلسيا وتحركا لقوات في حالة الجاهزية. 4 كتائب عسكرية يبلغ تعداد كل منها 1000 عسكري في دول البلطيق وبولندا، وتفعيل ما يسمى بالدرع الصاروخية الأوروبية ودعمها بقوات بحرية وبنية تحتية عامة جاءت تحت بند تعزيز القدرة الدفاعية لأوروبا. ورغم أن فرنسا وإيطاليا ودول أخرى لا ترى في روسيا خطراً يهددها، فإن الحلف أصر على تحديات متزايدة يواجهها في الاتجاهات كافة، ومن ضمنها المرتبطة بتزايد النشاط الحربي لروسيا التي وصفها بأنها تهدد أمن المنطقة. ومع كل هذه الخطوات التصعيدية التي تستهدف روسيا بالدرجة الأولى، لم ينسى المجتمعون في القمة أن يشددوا على ضرورة مواصلة الحوار معها لتخفيف حدة التوتر. وكان رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف أكد أن قرار قمة وارسو يدل على أن حلف شمال الأطلسي يقدم على خطوة للتحول من الحرب الباردة إلى إعداد العدة لحرب حقيقية سيعلنها على روسيا، داعياً المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود الممكنة لوقف الانزلاق نحو الحرب. للنقاش نرحب من جديد في المعنى في الاستوديو بالنائب في مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود، أهلا بك من جديد. أهلا معنا. وسهلا بك. ومن موسكو نرحب من جديد بالدكتور نزار البوش الخبير في الشؤون الروسية، أهلا بك معنا من جديد دكتور نزار. أهلا بك. وأبدأ معك هذا الملف. وضع الناتو لمساته الأخيرة على تموضعه الاستراتيجي شرق في أوروبا الشرقية، أعلن وحدته ضد روسيا وأعلن وحدته ضد الإرهاب كما وصفها، وازى بين روسيا والإرهاب. إذا أردنا أن نبحث في أسباب التصعيد الأطلسي النتوي ضد موسكو، إلى أين تقودنا هذه الأسباب؟ نعم، أولا يعني الأسباب على الشكل التالي، هو من أجل يعني أن تذهب روسيا إلى حرب باردة، وحرب الحرب الباردة تعني الاهتمام بالتطوير والتسليح يعني اقتصاد هائل، بوضع اقتصاد كبير لروسيا في الحرب الباردة، أي التسليح، صناعة الأسلحة وإلى آخره، وهذا ينهك الدولة الروسية. هذا أول أسباب. السبب الثاني وهو يعني عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وهي منطقة استراتيجية كبيرة عالميا، وليس فقط بالنسبة لروسيا، إلى العالم كله. تعرفون أنها في البحر الأسود، وهناك أسطول البحر الأسود، أسطول البحر الأسود في الروسي في البحر الأسود، وهو يشكل قاعدة كبيرة تحمي روسيا من ضربات الناتو والضربات يعني المحتملة بصواريخ بعيدة المدى. ثالثا، عدم استطاعة الناتو والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للأسف نقولها، من تحويل أوكرانيا إلى عدو لروسيا، لأن الشعب الأوكراني ما زال الشعب أخ للشعب الروسي ويؤيد روسيا، ولكن هناك المجموعة النازية الموجودة في أوكرانيا، تعرفون كما هم الداعشيون، كما هم جبهة النصرة والقاعدة تماما، يقتلون ويضربون وينفذون بنفس الأدوات الأمريكية. طبعا كل هذه من، وطبعا ونعود إلى سوريا، والسبب أيضا هو الوجود الروسي الشرعي في سوريا وحربه ضد الإرهاب، وعدم يعني تخلي روسيا عن الصديق سوريا، الصديق القديم الجديد. نعم. السوري. هذا كله جعل من أمريكا يعني تحاول إشغال روسيا في حربها. طيب. الباردة، في الحرب الباردة، ولكن أعتقد أن الردود الروسية
ليس يعني مو سوف تكون قوية، الآن هي قوية في كل مكان، كان في سوريا أو إن كان في أوكرانيا أو إن كان على طيب الحدود سنتحدث عن الردود الروسية دكتور نزار البلطيقية. نعم سنتحدث عن الردود الروسية على هذه الخطوات التصعيدية الكبيرة ضد روسيا. سعادة النائب، أصبح الناتو مشروع جيوسياسي أمريكي في مواجهة روسيا؟ باعتقادي هذا ليس جديدا، لكن ما هو الجديد؟ يعني أن الناتو يكون في مواجهة روسيا لا أعتقد هذا جديدا، لكن ما هو الجديد في هذه الإشارة أو دعينا نقول في هذا اللقاء الأخير أو الاجتماع الأخير والرسائل التي وجهها للروسي؟ في مطلع العدوان على الوطن السوري، عندما كان الناس وعندما كان عفوا يعني العالم مدهوشا لجهة عنوان رئيسي أن هناك ثورات وأن هناك ربيعا عربيا يحصل على مستوى المنطقة، نحن قلنا بالإعلام في الأسبوع الأول، قلنا أن الصراع كبير جدا وأن الروسي لا يستطيع أن ينسحب من المنطقة أو يخرج من المنطقة، وإذا خرج من المنطقة الروسي هذا يعني بأن روسيا لم تقم لها قائمة، عشرات الأعوام القادمة ستبقى منكفئة وقدماها ليست في المياه الدافئة. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني الكلام بأن الصراع كان استراتيجيا ولم يكن صراعا تكتيكيا لجهة عناوين ضيقة كما ظن بعض المجانين من أبناء شعوبنا ومن أبناء عالمنا العربي والإسلامي. الآن ما الذي يحصل؟ بعد أن حسمت روسيا إلى جانب طهران إلى جانب دمشق مجموعة من العناوين لجهة إفشال المشروع، كان لابد في الصراع أن تذهب واشنطن باتجاه أن تفتح زوايا جديدة لصراعات جديدة ضاغطة على موسكو. يعني لا تستطيع واشنطن في السياسة، في علم السياسة، في المعرفة السياسية، أن تقف مكتوفة الأيدي في ظل هزيمة وفشل لجهة العناوين الكبرى التي جاءت بها ومن أجلها للمنطقة. شو بدها تعمل بالضبط؟ بتروح بتفتح زوايا صراع جديدة. هذه الزوايا الصراع هلأ اليوم مثلا ربما عسكرية لوحة بشكل أو بآخر وهي لن تصل إلى عنوان عسكري، لكن يلوح بها عسكريا. تراها قمة استعراضية أو قمة ربما استفزازية في مرحلة؟ يا ريت لو في مفردة نجمع المفردتين، يعني استعراضية واستفزازية، بجوز باللغة ما في مفردة يعني نستطيع أن نجمع من خلال هذين العنوانين، لكن باعتقادي هي فتح زاوية صراع وإشغال ومشاغلة جديدة وضغط على موسكو. من أجل ماذا؟ بدنا نتذكر من أجل ماذا؟ من أجل ألا تتفرد وألا تنفرد موسكو بانتصارها الكبير بين قوسين على مستوى الإقليم. هكذا يفكر الأمريكي، هكذا يدبر الأمريكي. إذن ما حصل في تقديري هو لجهة عنوان فتح زوايا صراع جديدة، من أجل ماذا؟ من أجل التفاوض على هذه العناوين الجديدة، عناوين الصراع الجديدة مع ما يحصل في المنطقة العربية. طيب دكتور نزار، إذا أردت أن ألخص قليلا ما جاء على لسان سعادة النائب خالد العبود، أي تحول عسكري في سوريا لمصلحة سوريا وحلفائها يعني بالضرورة تغير في الموقف الأمريكي، وبالتالي هنالك تحول في ربما التوجه المقبل لأمريكا بما يخص المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هذا التحول في سوريا قد يعني بشكل أو بآخر ربما تغير في البعد الجيو استراتيجي فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وأيضا منطقة آسيا الوسطى. هذا هو ما تبحث عنه واشنطن اليوم للتخفيف من هذا البعد الاستراتيجي للفوز في سوريا والتحول الاستراتيجي والعسكري والسياسي في سوريا؟ نعم، أولا يعني المسألة السورية أو الدم السوري، دعونا نتحدث بصراحة، الدم السوري هو الذي غير العالم الجيوستراتيجي أو الجيوستراتيجية العالمية، الدم السوري والجيش السوري حقيقة، يعني دفع الشعب السوري الثمن غالي وكبير جدا، ونتمنى أن ننتهي من هذه الحرب. ولكن هنا يعني الحرب كان في سوريا، وأقولها وأعيدها مئات المرات، إن كان في سوريا وإن كان في العراق وإن كان في ليبيا وإن كان في أوكرانيا، كل هذه الحروب في جوهرها موجهة ضد روسيا، ضد هذه الدولة العظمى روسيا، ولأنها بعد أن أتى الرئيس بوتين وبعد أن ذهب الرئيس يلتسين، يعني كانت دولة انهار فيها الاقتصاد، انهار فيها الجيش، انهار فيها الكثير، يعني يجب أن نقول الحقائق كما هي. جاء الرئيس بوتين وبدأ يبني الاقتصاد الروسي، بدأ يبني البنية التحتية الروسية التي دمرها
دمروها خلال فترة يلسن، بدأ يبني الجيش الروسي بشكل قوي جدا، وتحديث الصواريخ وتحديث القواعد الروسية في داخل روسيا. هذا ما يعني، وهنا يجب ان نقول ايضا شيء مهم. تعودت الولايات المتحده الامريكيه على مده يعني عقدين ونصف العقد ان تستفرد بكل العالم، بالكره الارضيه، في حقيقه بالكره الارضيه استفردت بكل العالم، وحتى في الداخل الروسي في بعض يعني من خلال الطابور الخامس الموجود هنا استفردت بالكره الارضيه، استفردت بالمشاكل، استطاعت ان يعني تغزو العراق، استطاعت ان تغزو افغانستان، استطاعت ان تضرب يعني حديثا ليبيا. وهنا روسيا لا تستطيع ان تبقى مكتوفه الايدي، وخاصه ان اقتصادها بدا قويا، ان جيشها بدا قويا، ان بنيتها الاجتماعيه بدات قويه، ان يعني الاموال والاستثمارات كبيره جدا في روسيا. هنا يعني، وهذه الحرب تعرف، والسياسه الروسيه تعرف ان هذه الحروب كلها وجهها حصرا من اجل ان تحيط بروسيا، عفوا، من اجل ان تحيط بروسيا وتضعفها، وبالتالي تفكيك جيشها كما حدث في اواخر عهد الاتحاد السوفيتي او اواخر غورباتشوف. كنت اود ان لا اسمعه خالص على شاشتكم. طيب. بالمناسبه يعني هذه الحقيقه. وهنا روسيا لا تستطيع ان تكون دوله عاديه، هي كانت دوله عظمى وسوف تبقى دوله عظمى، ولا يمكن ان تتخلى عن عظمتها او ان يكون جيشها جيش عادي، او يعني اقتصادها جيش اقتصاد عادي، او اقتصادها اقتصاد عادي. لذلك تريد الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن يعني إشغال روسيا في كثير من المشاكل هنا وهناك، ولكن أعتقد أن الدبلوماسية الروسية والعسكر الروس يعرفون ماذا يخطط لهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب باختصار لو سمحت دكتور نزار، كيف يمكن أن ترد روسيا على الخطوات العسكرية الأخيرة للناتو، وفي أي زاوية يمكن أن ترد بغض النظر عن قدرتها العسكرية المهمة والكبيرة التي يمكن أن ترد من خلالها موسكو؟ أريد أن يعني أقول لكم مثلا واحد. هل تعرفون أن الآن رواد الفضاء الأمريكيين لا يستطيعون الخروج إلى المحطة الفضائية الدولية بدون روسيا؟ هذا أول يعني مثل لكم، يعني فقط على متن المراكب الصاروخية الفضائية الروسية. طيب. فقط هم الأوروبيين، لا يستطيع الأوروبيون الآن أن يرسلوا إلى الفضاء أقمارهم الاصطناعية إلا عبر الصواريخ الروسية. يعني هذه يعني لو وقفت فقط روسيا تعاملها مع 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 أوروبا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يستطيعون الصعود إلى الفضاء في الوقت الحاضر إلى المحطة الدولية، لا يستطيعون إرسال أعداد كبيرة من الأقمار الاصطناعية. عدا ذلك الردود أولا، عندنا في البلطيق تستطيع روسيا أن تتحرك، وعندها الآن شكلت قوة سريعة، عفوا، اسمها القوة العسكرية السريعة التحرك، أو ما بعرف شو في اللغة العسكرية، موجودة الآن، وهي موجودة في عدة مناطق. طيب. في روسيا، وخاصة في كالينينغراد، في وسط أوروبا، في وسط الاتحاد الأوروبي، في كالينينغراد نشرت صواريخها هناك، تستطيع طبعا ردود كثيرة. أنا هنا لست وزير يعني كما يقولون وزير دفاع روسي، ولكن أعتقد أن الروس أعطوا رسائل كثيرة وبثوا رسائل كثيرة. طيب. من خلال الدبلوماسية ومن خلال وزير الدفاع الروسي. طيب. أنه لا يمكن أن يبقى روسيا بدون رد فعل كبير جدا، وليس رد فعل بس ردة فعل استراتيجية، أنا أقولها. طيب استراتيجية لو ضد ما يفعله الناتو على حدوده. طيب سعادة النائب، اليوم وزير الدفاع الروسي يقول على روسيا أن تتحرك قبل افتعال أزمات على غرار سوريا في القوقاز وآسيا الوسطى، هذا ما يثبت ربما ما تحدثت عنه قبل قليل من جهة العناوين التي تطرحها موسكو في تعاملها مع أمريكا. يدرك الروسي جيدا أن الصراع مركبا، بأي معنى؟
بمعنى أنه ليس صراع في جغرافيا واحدة أو على عنوان واحد، يعني ليس هو صراع اقتصادي على سبيل المثال. ما مر عليه أخي نزار صحيح 100%، بعض العناوين العلمية التي تتعلق بالصواريخ إن كان علميا أو عسكريا، وبالتالي يدرك الروسي أن الصراع هو في أكثر من جغرافيا وفي أكثر من عنوان أو مستوى، وبالتالي هو مهيأ ومهيئ ذاته لجهة كيف يمكن أن يواجه الأمريكي في عنوان لم ينتبه له كثيرون، ألا وهو الروسي ليس وحيدا، والروسي لديه الصين ودول بريكس ودول منظمة شنغهاي، علما أن هذه الدول دول متعافية وتختزن طاقات هامة وكبيرة جدا، في حين أن الطرف الآخر طرف مأزوم. لاحظي أوروبا، اليوم الاتحاد الأوروبي يتصدع بشكل أو بآخر. صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية مغلوبة في أكثر، مهزومة في أكثر من عنوان. الولايات المتحدة الأمريكية صحيح نحن ندرك أنها طاقة هائلة، وعلى فكرة في الصراع، الصراع الحقيقي ليس لصالح روسيا أن تفرط، بمعنى أن تتفكك الدولة أي الإمبراطورية الأمريكية تتفكك بشكل سريع وكبير، لأن هناك ملحقات مالية بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا فرط عقد الدولة كدولة تفككت الإمبراطورية الأمريكية سوف يتأثر فيها الفريق الآخر، وبالتالي الصراع له استراتيجية، عفوا يعني استراتيجية الإبرة، وبمعنى آخر إنه صراع دقيق لجهة عناوين لا ترتبط فقط بجغرافيا ولا ترتبط بعنوان واحد. وربما العنوان الذي فاتنا قليلا هو العنوان الاقتصادي، ربما المعسكر الغربي العسكري هو ما جعل من التحرك الأمريكي الأخير والناتوي الأخير هو ما جعله يتحرك بهذا الاتجاه، باتجاه خطوات، اتخاذ خطوات عسكرية كبيرة وكبيرة جدا منذ انتهاء الحرب الباردة. هذا هو العنوان الأساسي بعد ربما إيجاد ربما حلول لأزمات المنطقة، إذا ما افترضنا على أن واشنطن لديها نية حسنة بإنهاء تسوية الحل الأزمات في سوريا. دائما نحن نقول العسكرة، الحروب العسكرية من أجل أهداف سياسية. الأهداف السياسية مو أهداف معلقة في الهواء، مرتبطة بمصالح. صحيح. وبالتالي الصراع هو بالأخير هو صراع اقتصادي. صحيح. وبالتالي أنا في تقديري أنه ما دام أن الصراع على عناوين اقتصادية ومصالح دول كبرى ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بالسلاح فقط، وأن يكون مرتبطا بعناوين ربما يظهرها الإعلام دون أن تكون حقيقية. لهذا نحن قلنا بأن ننتبهوا للصراع في المنطقة على مستوى الإقليم، على مستوى دعيني أقول الدولة السورية، الموقع كان في الاستراتيجي للدولة السورية كان في جوهره صراع استخباراتي، في حين أن ظن البعض أنه صراع سياسي أو له عناوين أخرى. بمعنى آخر أن الروسي يمتلك من الطاقة الكامنة ما تكفيه، ليس على مستوى طيب. شخصه، وإنما على مستوى حلفائه. طيب دكتور نزار، بدقيقة واحدة، الروسي يمتلك من الطاقة الكافية ما تجعل من الحرب الباردة تاريخا فقط كما قال ستولتنبرغ؟ بدقيقة واحدة. أعتقد أنه يعني لو تم استثمار ما هو موجود في روسيا من طاقات بشرية وثروات تحت الأرض تستطيع أن تطعم العالم لمدة يمكن 1000 سنة لقدام. أعتقد أن روسيا لا يمكن أن تخضع لأي سياسة لا غربية ولا أمريكية على الإطلاق، ولها سياستها الخاصة، وطبعا وتريد أن تحدد المسار الشرعي للأمم المتحدة بأنه لا تدخل في شؤون الدول الأخرى، ويجب الشعوب أن تحدد مصير حكوماتها وبلدها، وهذا ما تسعى إليه لقوننت أو شرعنت الأمم المتحدة. إن الأمم المتحدة يعني في العقدين الأخيرين كانت في يد الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ليس يعني لها طابع دولي حقيقي. نعم. أنا أشكرك. نعم. جزيل الشكر الدكتور نزار البوش، خبير في الشأن الروسي، كنت معنا عبر الإنترنت من موسكو. شكر موصول لك ساعة النائب خالد العبود. شكر لكم أيضا مشاهدينا على متابعتكم الدائمة لشاشة الإخبارية السورية. ابقوا بخير، إلى اللقاء.